معلش يا دكتور، مصحيه حضرتك لحد دلوقتي، بس انا جات لي حته فكره طاقه وما ينفعش تستنى لحد الصبح. ايه رايك لو حطيت الخناقه الثالثه مكان الاولى والخناقه الثانيه مكان الرابعه؟ متهيالي كده الرساله هتشعل النار. اه لا والله يا دكتور، للاسف للاسف لحد دلوقتي مفيش اي خناقه انتهت بموت العريس او العروسه. طب رأي حضرتك ايه؟ استنى كده لحد ما الاقي علقه موت تشعل الدنيا، ولا انهي الرساله على كده؟ لا كده كتير بقى. طيب بقى انا اسفه يا دكتور، هكلم حضرتك الصبح. حفظ الله حفظ الله. مع السلامه. ايه يا اخي، ايه كده كسفتني قدام دكتور زغربان؟ المفروض تتكسفي اصلا بتكلمي حد اسمه زغربان. المفروض تتكسفي مني انا، ان من ساعه ما اتجوزنا وانت قاطعني في الصاله. ده انت مفتري افترا، انت نص اليوم في الصاله والنص التاني في المطبخ. ما تجيبيليش سيره المطبخ، ما تقوليش اسمه قدامي. انا اللي غلطانه، قلت لك من الاول ما ينفعش نتجوز دلوقتي، كان المفروض استنى لحد ما اخلص رساله الماجستير. بقول لك ايه، انا لا هستنى تاني ماجستير ولا هستنى تاني في الصاله. تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ اعمل هاخد هدومي وهسيب لك البيت ومش هتعرفيه تاني جوه. انت قد الحركه دي؟ اه قدها. بعدين دي مش هدومك اصلا، انت هدومك مرميه بره في الدولاب في النيش. ماشي، انا هجيب هدومي من النيش وهسيب لك البيت، وانا نازل على السلم هقول للناس كلها ان انا طفشان منك ومن عمايلك. مش ده برضو التليفون اللي خلتني اشتريه لك النهاردة؟ ايوه هو. طبعا مش عايزني اسألك انت كنت شاري لمين؟ ها؟ اي حتى عشان متفيه من اول يوم، محبش الاسئلة الكتير. وده بقى من اول يوم في الشركة وانا سكرتيرتك، ولا من اول يوم هنا وانا مراتك؟ مش تفرق كتير. عندك حق، انا اصلا عمري ما حسيت ان انا مراتك بجد. أنا مش فاهم في إيه؟ هو أنت مش شرطي نكتب الورقة وكتبناها؟ آه، ورقة من غير شهود وبنسخة واحدة بس ومعاك أنت لوحدك. هتفرق بقى معايا النسخة ولا معاكي؟ آه هتفرق، علشان يوم ما هتقطعها مفيش أي حاجة هتثبت حقي. حتة الورقة دي بقى هي اللي تثبت لك حقك. أمال إيه يعني اللي هيثبت حقي؟ إن أكون سعيد معاكي، لكن مش كل ما تشوفيني تفتحي لي تحقيق. ده الملف اللي طلبتيه من شركة الشواربي، أنا جبتهولك امبارح بس كنت مشيتي. كنت فاكراهم هيبعتوه مع حد من عندهم. لا، ما هم يعرفوني. منين؟ يعني كنت هشتغل عندهم بس ما حصلش نصيب. طب الحمد لله. الحمد لله إن ما حصلش نصيب؟ لا ما أقصدش يا عيسى، بس لو كنت اشتغلت معاهم ما كنتش هتشتغل معايا. أستأذن أنا؟ عيسى رايح فين؟ رايح استاذ علاء. استاذ علاء مديني شغل اكبر من حياتي. عايز يثبت لي اني ما اقدرش اعتمد عليك. مستغرب ليه؟ عشان بقول الحقيقه. انا حاسس انه كارهني من ساعه ما جيت هنا. مش مهم هو يكرهك، المهم انا حباك. طب حس كده خليه يخف عليا شويه. لا انا عايزاك كده تحت ضغط الشغل عشان تأكد لي ان كل اللي بعمله عشانك انت تستاهله. ربنا يستر. انا اسف. لا استنى يا عيسى. ده مفتاح عربيتي، افتح شنطة العربية هتلاقي فيها شنط لبس كتير. ابعت حد يجيبهم لك؟ لا جيبهم لنفسك، انا نقيتهم لك كلهم على ذوقي، يا رب يعجبوك. هو انا بلبس وحش؟ لا 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 خالص، بالعكس انت بتلبس حلو قوي. بس انا بقى عايزاك اشيك راجل في الدنيا. انا اسف مش هقدر اقبله. داليا؟ عم منصور؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا مرات صاحب العياده، انت ايه اللي جابك هنا؟ ما هو جوز حضرتك
صاحب العيادة من زمان بيتحال علي عشان أجي أمسك له العيادة. بصراحة في الآخر صعب عليا واضطريت أوافق. صعب عليك؟ من إمتى بقى؟ من ساعة ما اتجوزك. ممكن تحافظ على كلامك شوية؟ خلاص خلينا في كلامك. انت جايله ليه بعد ما طردتيه من شقته؟ هو اللي قالك كده؟ مش لازم يقول. واحد جايب شنطة هدومه هيبقى جاي بيها لي عشان يبيعها؟ ما اكيد جاي مطرود. هو اللي مشي من نفسه. ما هو من عمايلك. لو كنت انت، لو سمحت ممكن تخليني اتكلم مع جوزي شوية؟ ماشي. أقطع لك عادة ولا مستعجل؟ نعم. ما هو مادام جاية العيادة يبقى زيك زي أي زبون. ما قلتليش يعني إني جاية النهاردة؟ أنا ما كنتش أعرف إن أنا جاية. تبقي أكيد جاية في حاجة مهمة. جاية أخد ورقي. يعني إيه؟ بدور على شغل بره. يا بنتي أنتِ شفتيني جبت حد مكانك؟ لا، ما أنتِ هتضطري إن أنتِ تجيبي حد مكاني. وأنا اللي فاكراكي عائلتي. وجيتي لاختك اللي محتاسه من غيرك. ما بلاش كلامك ده بقى، انت اصلا عمرك ما حسستيني ان انت محتاجه لي في حاجه، دايما محساني ان انا اللي محتاجه لك في كل حاجه. عشان كده انت عايزه تمشي؟ ممكن تسيبيني براحتي؟ موافقه بس مش دلوقتي. امال امتى؟ لما انت تلاقي شغل احسن من هنا وانا الاقي سكرتيره اشطر منك. مها اكيد انت مش عايزه تزعليني اكتر من كده، صح؟ بصي، يمكن الكام يوم اللي جايين يثبتوا لك ان احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عيسى هيشيل نص الشغل وانتي هتشيلي النص التاني. اتفقنا؟ اتفقنا بقى. تعالي فوق. اهلا يا دكتور. انتي قاعده كده ليه؟ هو عم منصور ما قالكش ان هو دفعني كشف بره ولا ايه؟ والله يا جدع، ده برضه النظام نظام. طيب، حس كده بقى ابقى زبونه ومن حقي انك تكشف عليا. حقك. قولي لي، بتشتكي من ايه؟ جوزي يا دكتور لم هدومه وسابني ومشي. اكيد مزعلاه ومطهقاه في عيشته. وافرض يقوم يسيبني في شهر العسل؟ هو فين العسل ده؟ نعم، قصدي يعني انت متأكدة ان في عسل؟ ما هو لو كان صبر كان هيبقى فيه. انت متجوزاه عشان تعلميه الصبر؟ ما هو انا عشان بحبه ما قدرتش استنى لحد ما اخلص رسالة الماجستير بتاعتي، وهو لو بيحبني استنى عليا لحد ما اخدها. طب ما تاخدي الماجستير وتاخدي مع جوزك بالمره، اعتبريه اوفر، يعني كيس مسحوق غسيل عليه عرض. عمرك شفت واحده متجوزه اتنين مع بعض في وقت واحد؟ يعني معترفه انك متجوزه الماجستير. وفضل لي اسبوعين اتنين بس والله العظيم اخلصها وافضل جوزي بقيه العمر. انت متاكده؟ ايوه طبعا، ده جوزي حبيبي، هو انا ليا برضه غيره. وطبعا في الاسبوعين دول هيبقى قاعد حاط ايده على خده ومبيته في الصاله. لا طبعا، ما هو عشان هو بيحبني هيساعدني، يعني مثلا يعمل اتصالات بدالي، يصور لي الورق، يطبع الرساله، يكتبها كده، يعني يقف جنبي في الوقت الصعب ده. يعني يا دكتور كلك نظر. وبعد ما يقف جنبك؟ هفضل جنبه بقيه العمر والله العظيم لحد ما يزهق مني. بجد يا مريم؟ بجد يا وسيم. طب يلا بينا، يلا بينا عشان الحق اكتب لك الرساله. وجيب لي الفيزيته اللي انا دفعتها بره دي. تزقش. طيب والله انت ازاي يا بنتي ما خدتيش منه الموبايل اللي جابهولك؟ هو صحيح يا ماما اغلى موبايل في السوق، وصحيح يعني ان انا كانت عيني هتطلع عليه، بس برضه يعني انا ما ينفعش اخد حاجه من راجل انا ما اعرفوش. يا بنتي عادي، مش هو اللي كان هيخبطك بالعربيه خلى شنطتك وقعت منك فالموبايل وقع اتكسر؟ صحيح. خلاص، اللي بوظ حاجه يصلحها. مش عارفه بقى يا ماما، انا ساعتها كرامتي نقحت عليا من غير اي ستين لازمه. باين عليه راجل غني. بقول لك ايه، عربيته
ما تجيبيش اخرها. عرفتي هو مين؟ لا بس هو تقريبا كده تقريبا كان طالع عند زفت الطين دي المهببه اللي اسمها مها الغزالي، ما بيجيش من وراه غير المصايب. ايه راجل اعمال زيها؟ كايس. بس برضو يا ماما انا ما كانش ينفع اخد حاجه من واحد ما اعرفوش، صح ولا غلط؟ طيب تفتكري هو؟ مش عرفت. معقوله معقوله يكون جاب عنواني وجايب لي الموبايل؟ ايه البجاحه دي؟ عيسى؟ امالك بتقوليها من غير نفسي كده ليه؟ لا بس انت يعني ما قلتليش انك جاي. عملها لك مفاجاه. ايه ده؟ ايه ده؟ موبايل جديد بدل اللي اتكسر. لا ما تقولش يا عيسى بجد؟ بس خلي بالك ده لو اتكسر انا مش هجيب لك حاجه تاني. الله ده حلو قوي. الله ربنا يا ابني ما يحرمكوش من بعض. بس ده باين عليه غالي قوي يا عيسى، ده معدي ال 1000 جنيه. انت جبت فلوسه منين؟ من عرق جبيني والله. واحد صاحبي شغال في الموبايلات، خدت منه بالقسط. تعبناك معانا يا ابني. مش كفايه عليك الاقساط اللي بتدفعها كل شهر؟ كله يهون يا خالتي. المهم سارة ما تقعدش من غير موبايل. لو طلبت حته من السما هجيبها لها. طب يلا ادخل يا ابني على بال ما اعمل لكم الشاي، تعالي. ادخل. نورتيني يا رانيا. ميرسي قوي يا ما. واضح ان ياسر بيعتمد عليكي في كل حاجه. ما عندوش اخت تانيه غيري. مش بس كده، انا سامعه انك شاطره. ومديه كل وقتك للشغل. الحال من بعض؟ قولي لي، نعيم عارف ان احنا داخلين المناقصه مع بعض؟ اكيد. مفيش حاجه بتستخبى عليه. يبقى هيحاول ينزل السعر. احنا لازم نقدم عرض كويس. على فكره ياسر قال نفس الكلام بالظبط. هايل. ايوه عايزه. ممكن تجيب لي صوره من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه؟ ماشي، باي. أنا الجمعة والسبت هبقى في العين السخنة. إيه رأيك نتقابل الحد يكون المحامي خلص العقود؟ خلاص اتفقنا. اتفقنا. تعالي يا عيسى. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا نصراني؟ ازيك يا عيسى. واضح إن أنتوا تعرفوا بعض. أه طبعا. عيسى كان هيشتغل معانا. قال لي بس على العموم برضه هو شغال معاكم، ما احنا مصلحه مشتركه. اكيد. بعد اذنكم. اتفضل. رانيا دي صوره من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وتخيل لشكل العطا. انا مش عايزاكي تكوني قلقانه ولا ياسر كمان. اكيد. ميرسي قوي يا مها. استأذن. باي باي يا حبيبتي. باي باي. 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 يا سراني اتفضلي. ايه ده؟ دي مقلمة بدل اللي وقعت عندك في المكتب. انت لسه فاكر؟ اصلها كانت عجباني ودورت كتير قبل ما لقيت حاجة شبهها. مش انت اللي كسرتها؟ خفت اكون انا السبب. لا خالص. طيب يا رب تعجبك. ميرسي قوي يا عيسى. العفو. عن اسمك. اتفضلي. ورقة جوازنا أكيد هنا. ما هو لا يمكن هيسيبها في الشقة، يخاف لا تقع في إيدي. وبرضه مش هيسيبها في الفيلا. ممكن مامته أو أخته يشوفوها.
في ايه؟ لا مفيش، انا قلت بس يعني ما فاضلش حد الا احنا في الشركه، فكنت حابب اسالك يعني لو تتغدي معايا. لا ميرسي يا ماهر، انا هتغدى انا في البيت. ايوه بس انت واضح ان انت لسه قدامك شغل كتير. اصل مستر ياسر طلب مني ادور له على اوراق ضايعه منه. تمام، يبقى سندوتشين كده تصبير ومش هيخسره. طيب خلاص اوكي، بس روح هاتهم انت يا ماهر عشان ما يبعتلناش اي حاجه. يا لهوي، من العين دي قبل العين دي، بسيطه خالص. مساء الخير. مساء النور. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ هتفضلي كتير كده مش فاضيه لي ولا ايه؟ معلش يا وليد، انا الفتره اللي فاتت يعني كان عندي شويه شغل. لا رانيا، في حاجه جواكي مغيراكي. ليه بتقول كده؟ عشان انت طلبتي ان احنا ناجل الجواز، وواضح انك ناسيه ان احنا لسه ما اتخطبناش رسمي لحد دلوقتي. بصراحه يا وليد، أنا خايفة أظلمك معايا، وكمان أنا حاسة نفسي يعني مش جاهزة للجواز دلوقتي. ويا ترى بقى بتقولي الكلام ده ليه؟ في حاجة أنا معرفهاش؟ حاجة زي إيه؟ يعني يكون في حد تاني في حياتك. إيه اللي أنت بتقوله ده يا وليد؟ حاسب على كلامك وأنت بتتكلم معايا. بقول لك إيه يا رانيا؟ أوعى تكوني فاكرة إن أنا جاي هنا أتحايل عليك عشان تتجوزيني. أنا أعرف أنساكي كويس أوي. ولو فينا حد هيخسر في الآخر مش هيبقى أنا. بعد إذنك. ايه رايك في الاوتيل بتاعي؟ حلو قوي ما شاء الله. دي الحاجه الوحيده اللي ما ورثتهاش، جهزته بنفسي وشطبته على ذوقي. بحس ان ده اصعب امتحان عندي في الدنيا. ان شاء الله تنجحي فيه. هننجح سوا. بالنسبه لي انا هعتبره امتحان مفاجئ. ما تخافش، هقعد جنبك وهشاشة. بيتهيألي انت محتاجه تريحي شويه؟ لا، انت اللي تعبان من السواقه ومحتاج تريح. هسيبك تنام ساعه واحده وبعديها هاجي اخبط على اوضتك عشان نكمل شغل. خبطي عليا؟ انا في الاوضه اللي جنبك. طيب عن اذنك. اتفضل.
ما ترد. ماشي مش هسيبك على فكرة. ماشي يا عيسى، حلو قوي ده، تمام قوي كده. ايه في ايه؟ صوت جايب لغايه اخر الدنيا. مش عارفه، عيسى قال لي مسافر مأموريه شغله في اسكندريه ومش بيرد عليا. هتلاقيه مشغول في المأموريه. ولا تفتكر يكون مع الست هاني صاحبه الشركه؟ بقول لك ايه؟ اهبطي شويه، يلا تعالي اتغدي معايا وهتلاقيه بيكلمك دلوقتي. اه طبعا، عشان يكون لحق يخبيها في اي حته. انت مفيش فايده فيكي بقى، انا هروح اتغدى لوحدي. ايه ده؟ ماشي يا عيسى. ماشي يا عيسى. فكرك يعني انا مش هعرف انت كنت فين؟ ماشي. طب ايه رايك بقى لو رنيت عليها مش هرد عليك؟ بشوف مين اللي هيعبرك. عيسى. الو. مين معايا؟ ايه ده؟ لا انا كده عزعل على فكره. لسه ما سيفتيش رقم لحد دلوقتي؟ انا ياسر يا ستي. اسم بتاع الموبايل اللي ما بتشتغليه بدل اللي اتكسر. اه وعايز ايه بقى يا عم ياسر بتاع الموبايل؟ مفيش، يعني حاسس ان احنا لسه ما خلصناش كلامنا. ايه رايك؟ انا عندي مكان لطيف جدا، ممكن نقعد ونكمل كلامنا براحتنا. لا انت باين عليك فايق بزياده. بص بقى يا عم ياسر بتاع الموبايل، انا عايزاك تنساني خالص زي ما انا كنت نسيك كده بالظبط. ولعلمك انا جبت موبايل جديد، يعني ممكن اعمل لك بلوك في اي لحظه. بلوك ليه بس؟ لسه بدري قوي على الموضوع البلوك. وبعدين لما تقعدي معايا وتسمعي كلامي ممكن رايك يتغير، صح؟ لا معلش، اصل انا موفره وداني، يا ريت انت كمان بقى توفر لسانك وتفكك مني خالص. الو الو الو. ماشي يا عيسى. جيت السخنة قبل كده؟ ثلاث مرات تقريبا. انا كنت باجي كتير مع رحلات الكليه. طب وانت ايه اللي خلاكي تسيب الكليه قبل ما تتجوز؟ مفيش يا عيسى، بابايا ما كانش لاقي شغل وماما كانت محتاجه تتعالج بره واختي كانت محتاجه تكمل كليتها، فجاه لقيت نفسي عشان انا الكبيره لازم انا اللي ادفع الثمن اتجوز راجل اكبر مني ب30 سنه وادي الثمن لعيلتي كلها. ايه بس الثمن ده انت اخدتيه، لقيتي سيده اعمال وصاحبه اوتيل. انا ما اتجوزتش حسين عشان فلوسه، انا اتجوزت حسين علشان اعيش معاه دنيته، لان دنيتي ما كانتش عاجباني. ايه بس كده الصفقه ما تبقاش خسرانه. انا كنت بقول زيك كده، بس حسين كان بيحبني قوي وانا اديته كل حاجه، بس اكتشفت بعد ما مات ان انا عندي حاجات كتير قوي لسه ما اديتهاش لحد. عارف يا عيسى، اي ست بتفرح لما بتلاقي راجل بيحبها، بس ما بتلاقيش نفسها بجد غير مع اللي هي بتحبه. هاتي موبايلك ثانية. خير في حاجة؟ بس هو في حد مش عايز يرد على موبايلك؟ إن شاء الله ما رد. آه دي مين بقى اللي تقلانة عليك ومش معبرك؟ لا هو مش وقتك خالص على فكرة. تعرف حالك هيتصلح إمتى بجد؟ لما تحب بجد.
مش لما اعرفها الاول عشان اعرف احبها ولا لا. دي البنت بتاعت الموبايل مش كده؟ خلينا في الشغل احسن. الفايل اللي معاكي ده. ده يا سيدي العرض اللي مقدمه لنا مها غزالي الخاص بالمناصب. ارتي؟ بصراحه هي ست شاطره جدا. وافتكر ان عرض زي ده ما نرفضوش. يعني هيكسبنا؟ ونقول بقى باي باي لنعيم. بس نعرضه على الشريف الاول؟ لا، الشريف اليومين دول مشغول معاه مراته. مش هوافق على المنصه ديت طالما موجود فيها مها. فمش هيوافق على اي حاجه هي هتقدمها. ايه ده، هو انت كده مضيت خلاص؟ ايوه. المنصة ديت هي الحصان الوحيد اللي اقدر اراهن عليه اليومين دولت. اتفضلي. انا خلصت كل شغلي وانا شايفه اي زباين بيجوا. فرصة حلوة عشان ناخد راحتنا في الكلام مع بعض. هنتكلم في ايه بس؟ في اني مش قادر اقربولي بقالي سنين. انا بحبك. هو بقى ده اللي انا كنت خايفة منه. قصدي تقولي هو ده اللي انت كنت حاسة بيه. معقولة واحنا في السن ده مختار؟ وماله السن ده؟ يا سلام. ده هو ده السن اللي احنا فعلا محتاجين بعض فيه. ايه انت اخترعت موضوع المحل ده عشان نفضل مع بعض طول النهار، مش كده؟ ايوه. وكمان عاوز اتجوزك عشان تفضلي معايا بقيه عمر. انت بس قولي لي انك موافقه وانا اروح اطلب الفوره من ياسر. تكسفي مني؟ معقوله بعد العمر ده؟ اهلا اهلا اهلا. ما قلتليش يعني انك جاي. الف مبروك على المطعم الجديد. بس ما قلتليش يعني ان طنط نوال بتشتغل معاك فيه. وانا كنت هلاقي شيف احلى منها ولا اشطر منها عشان تشتغل معانا. اه طبعا، امال ايه؟ واضح كده انها كمان بتطبخ لك لوحدك. طيب عن اذنكم عشان عندي شغل. انت ليه شغلتها معاك؟ بتكافئها عشان بنتها سابتني؟ عارف لما تكون طول عمرك بتدور على حاجه ومش عارف هي ايه؟ مش عارف هتلاقيها امتى وفين؟ فجأة كده تلاقيها قدامك؟ أو ده إحساسي من أول يوم شفتك فيه، لما كنت بتوصلني لما البلطجية اللي بعتهم ابن جوزي طلعوا علينا. تصدق بإيه يا عيسى؟ أنت حتى لو ما أنقذتش حياتي أنا برضو كنت هحبك. تعرفي إنك جريئة أوي. لما أنا ما كنتش هقدر أستنى. أنا فعلا بحبك. لو أنا اللي كنت فاكر إن أنت جايباني هنا عشان نتكلم في شغل. اسمع يا عيسى، أنا ست عملية. أنا هعرض عليك أهم وأكبر صفقة في حياتك. نتجوز. وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره. أيوه بس أنا... بس إيه يا عيسى؟ بقول لك بعرض عليك أهم صفقة في حياتك. ترد كده بسرعة؟ بس أنت عارفة إن في حد تاني في حياتي. عارفة. وعارفة إنك بتحبها. بس ده قبل ما تشوفني. اسمع يا عيسى، انت عاجبني وانا كمان عاجبك، وبطلت التفكير فيا من اول يوم شفتني فيه. ولو انا مش متاكده من ده ما كنتش عرضت عليك الجواز دلوقتي. وخطيبتك دي مش هتحبك قدي ولا هتعرف تديك اللي انا هديهولك. ولو هي حقيقي بتحبك وخايفه على مستقبلك هتسيبك ليه. الو، هي دي كل الصور اللي صورتها له؟ طيب تمام، لو في اي صور تانية جديدة تبعتها لي على طول. اه بقول لك ايه،
لو شافوك او حسوا انك مراقبهم اهرب فورا قبل ما يعرفوا من بعتك. فهمت؟ السلام. أنا هعرض عليك أهم وأكبر صفقة في حياتك. نتجوز. وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره. وخطيبتك دي مش هتحبك قدي. ولا هتعرف تديك اللي أنا هديهولك. ولو هي حقيقي بتحبك وخايفة على مستقبلك هتسيبك ليه؟ أنا في الأوضة اللي جنبك. وبابي هيبقى مفتوح لك على طول. لو احتجت اي حاجه انا جنبك. الو يزهر، كان عندك حق، مفيش حد هيحبني اكتر منك. بمناسبة ايه الكلام ده يا عيسى؟ بمناسبة ان انا بقالي يوم بحاله ما شفتكيش. انت فين؟ ما انا قلتلك ان انا في مأمورية في اسكندرية. لوحدك؟ لوحدي. ترجع امتى؟ بكرة اكون عندك ان شاء الله. طب خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. صباح الخير. وعلى النور. ما شفتكش على الفطار. مش جعان. أنا كمان لما ما لقيتكش ما رضيتش آكل. أخليهم يطلبوا لنا الفطار هنا؟ لا، ما أنا أصلي هنزل مصر دلوقتي. بس ده ما كانش اتفقنا. مش هقدر أسيب أبويا لوحده أكتر من كده. قولي أنك هربان مني يا عيسى. تعرفي إنك فرصة حلوة أوي. وأي حد يتمناها. إلا أنا. مش عارف إذا كنت هتعرفي تفهميني ولا لأ. سارة فعلا ممكن تسيبني ليكي لو عرفت إن ده في مصلحتي. بس أنا مش هقدر أسيبها. من ساعة ما اتولدت وأنا ما جربتش أعيش من غيرها. وطول الوقت حاسس إن أنا عايش ليها. لو سبتها هبقى بظلمك أكتر ما هظلمها. لأن مش هيبقى عندي حاجة تضايقني. الدرجة دي أنت خايف منها؟ خايف عليها. وخايف على نفسي من غيرها. مش خايف على نفسك من غيري؟ دي استقالتي. أنا كتبتها امبارح قبل ما أنام. ليه؟ ما هو أنت أصلك بالنسبة لي باكج على بعضه. مش هينفع آخد منه حتة وأسيب الباقي. بس أنت كده تخسر كتير يا عيسى. عارف. بس هفضل كسبان نفسي. عن اذنك. لا دلوقتي مش هينفع. انت ايه حكايتك النهارده؟ ما قالكيش ان هو بايت مع العين في العين السخنه ولا ايه؟ رحنا خليها تشبع بيك. انا متاكده ان مختار اتخانق معاه بسببي. هو يطول اصلا انك تشتغلي مع ابوك. كنت متاكده انك هتعرف. وانت مصلحتك معايا. ولد تاني؟ هم متخاصمين وانا عايز اصالحهم على بعض. انا قدمت استقالتي وهي لسه ما ردتش.